غير شيء. هلا الايفال مش كل واحد منكم اذا بغني مثل ما اذا بيمثل مثل ما باي شيء، في غنيه بحب انه تكون له يعني لا له يعني هاي غنيه كان نفسه تبقى بتاعته ايه يعني انا تكون اول سينجل مثلا لإلي اوكي يعني شو ما كان بيقدر واحد يتجرأ يكون اهم غنيه بالعالم مش مشكله انه هاي له هو اول سينجل من بعد ما ظهر من هون هو اخذ الهيدا وهي له بس بده يعملها فيديو كليب هو ده اللي فال لا انه نحن عملها فيديو كليب بس ما عملنا عن جد فيديو كليب اسمع لا. لا 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 يعني انه رح بتفوتوا لعنا رح بتفوتوا لعنا كلكم كل واحد الاربعه بده يشاركوا معه هلا ممكن يكون بنت وشاب الكليب يعني اوكي وبدنا نعمل كليب او ماي جاد انه انا ما فيني مثل مع مينا عرفتوا كيف اه يعني وهنشغل ميوزك يكون كليب واحد لحق بتغني طبعا وبتعملوا الكليب بتعملوا الحركه كامله ثانيه واحده كل واحد يعمل له لا انت بدك تغني ولا تحط سي في غني وبتحرك بدك تغني مع الاغنيه تتحرك مع الاغنيه انت بدك تغنيها الاغنيه ايه اوكي بس المشكله انه بنتحرك مفيش مشكله ما تخلقي لي مشكله انه بنتحرك ونغني كيف رح نتحرك ونغني ورح ليش ما بنغني ونحط سي دي ونمثل انه عم نغني ليبسين لانه انا بيهمني تغني باي باي او ماي جاد طب احنا ممكن نعمل انا حاجة. في عندي شو ممكن نعمل المانسات يعني نجيب المانسات بتاع الاغاني بتاعتنا ونحطه ونغني مع الميوزك شغاله اذا لقيتوا اذا لقيتوا ماشي انا ممكن انا بس بدكم تغنوا وتكون الماينس 1 واطي كثير ماشي ماينس 1 لاي في في الاغاني اللي انت في مغنيه يونانيه انا بحبها كثير اسمها أليكسيو هاريس بكره بس تظهروا فوتوا على اليوتيوب واسمعوها انا يعني مغرومه فيها بتبقى عم تغني بباريس بروح بقطع من هون بحضرها هي يونانيه ما بفهم شيء من الاغاني نهائيا بس مش معقوله هي ملا مره يعني هي بالنسبه لالهم حدا عظيم بالنسبه لليونان وقبرص عمرها شي 60 صار يعني مره بالنسبه لالهم اهم مطربه مثالي اللي هي دخلت في بروجرام مسابقات وكانت كبيره في السن ده لا هي إلا زمان بتغني هي مطربتهم لأولي كيف نحن عنا فيروز وكيف نحن وانتو عندكم كذا هي لإلهم هي أهم يعني مطربة أهم مطربة عندهم ايه عندهم هن هلأ اه اه ليش عم قلكن عنا اه هي بتغني غنية معروفة كتير ما عرف إذا أنتوا سامعينها هي تيارارارارارا تيارارارارا تيارارارارا هاي هي بتغني مهم مش من زمان قال انه منزل كليب قلت انا اف هالمره يعني عمرها 60 سنه ناس حصارت شو عامله عامله كليب مش معقول عم بعطيكم فكره لتشوفوا انه واحد بيقدر يعمل كليب من ماشي عاملين لك جروب لان على وجهها مضويين لوجهها ما شايفين نحن الا وجهها وشعرها اوكي عم تغني غنيتها جديده يلي هي بعدين انا شفت ترجمتها انه انا مبسوطه بحالي وانا حابه اعيش حالي وعيش عمري بكل فتره وما بهمني اراء الناس اوكي هلا شو هي شو الكليب كله مضويين لوجهها وشعرها وفي شي 20 ايد بدهم يشتغلوا فيها يعني هيدا عم يعمل لها هيك تشد لها وجهها هيدا عم يعمل لها هيك هيدا عم بيظبطها من هون هيدا عم بيظبط بده يعمل لها حواجبها هيدا عم يعمل لها شعرها وهي كل الكليب عم بتغني وعم بتشلهم ايديهم ما بدها مش عايز تعمل فيكس الكادر بدي اسم اعتبر انك ما قلتي هذا السؤال قالت لي كيف بده يضوونا نحن تنعمل هالشيء طلع 20 ايد بقى تفسر لكم انه 3 دقائق هالمره عم بتغني ايدين عم تشيلهم وتحطهم وهن عم بيحاولوا هيك يشدوها وهي عم تغني انه ما فرقين معي انا هيك بدي انا مبسوطه انا كده ومفيش انا كده ومبسوطه انا هول التجاعيد مبسوطه فيهم فيديو كليب مش معقول شو حلو ما مكلف شيء ما في شيء في هي فيها الصوره فيها المطرح يعني اللي انا بحب لكم اياه انه الفكره اللي رح تعطوها بالايفال هي المهمه هي المهمه يعني انه بتمنى انا ما اشوف شيء يعني واحد فات ووحده قاعده وعم بيعطيها ورده ومش عم تقبل وعم تقبل ايه يعني يا ريت بكون الموضوع
في يعني في موضوع بالاحرى مش الموضوع يعني كون الكليب في موضوع يعني هو اللي هو عم يعمل لإله هو الايفال سأنت فت هن معي انت خلي يكون عندك كاركتر يعني انت لإلك الكليب هيدا فهمت شو قصدي يعني انا المين هون بهالموضوع انا الاساسيه اوكي ممكن انا اكون ما بعرف عم بحكي عم غني حسب الغنيه يعني شو هي الغنيه مثلا هيدا عم تغني هيك كثير بيلبق هيدا الكليب لهي الغنيه اللي عم تقوله هي اللي عم تقوله ممكن انه تكوني عم تحكي واوقات كثير الكليب ما بيكون له علاقه بالغنيه وهذا شيء احلى يعني ما ضروري اذا حكينا عن الاولاد نشوف انه محمد لازم يمشي على ركابه انه هو ولد ورا ويعمل هيك مثلا ما بالضروره او مش بالضروره اذا واحد عم يحكي على عذاب يكون في مثلا انه هي معذبه تشوف ورا انه مثلا غادة عم تنطف حالها انه هي معذبه لتفاد لا فكره لاقوا فكره مشهديه فكره مشهديه هيك يعني في مثلا انه مثلا مين عم يعزف وانا عم غني لا مش عم بحكي لك على الفكره انه في مثلا هو يعزف لي وانا عم غني ليش ما بيعزف لك وانت بتغني وفي احسن من ساعد حد خلص اخر ايفال لساعد ساعد نفسه لساعد ساعد خلص اوكي طب خلص ازايش بهزر معك طبعا في فيني فيلم بعدين بتقتلوا بعض مثلا يعني لا طبعا بهزر عميل شوف انه صدمني لا مش على ما يساعدني هر الرموشه اللي حطته كان يوقع اسقطوا الوقت انه لازم الثلاثتهم معي يكونوا لا يا حبيبتي لا لو عايزين احنا ثلاثه انت حسب انت الفكرة. اذا بدك ثلاثه بدك اربعه بقوم انا بقعد معك كمان ما بيأثر عن جد عم تحكي ايه والله اذا عايزه نقوم مش مشكله بس بدي انه تكون بس بدي انه يكون الموضوع هلا يعني معنات الحكي شو بدك تعوزي اربعه انت شو فكرتك رح تكون لقيتي فكره شو هي انا مش قلت كليب إيه؟ انا رح اكون انا ومينا رح تكون ليا انه قاعدة بشي مطرح محمد قاعد بشي مطرح كل واحد فيهم عم يعمل شيء وانا ميته ايه ما عم بالايماجينيشن مش طبيعي هلا انت تكوني اخترعتي الفكره انت يعني شكسبير بحد ذاته لو عايش يعني دي حاجه انت شفتها في ياخذ له 10 دقائق وحيت الله انا اللي اخترعتها هلا فهمت ما في بكليب بس بهالتك اخترعتيها ليه يعني اذا واحد معه يومين تا يخترع ليش عم يخترع بدقيقه ونص لا بعد ما كملت انا عم اقول لك بس هيدا انه انا ميته مش رح اقول شيء انا ميته وثلاثتهم لهلا انه هيك شو قالت ثلاثتهم كل واحد بيعمل شيء بالكليب وانا عم بعمل شيء ما ميته انت بس انا هو عم شو مين بده يغني انا انت وميته ها الله بعيد يا ريت يا ريت الله بعيد